أحمد سعد اختياراته مدمرة حياته، ومع كل جوازة بيقول إنه خلاص لقى الست اللي كان بيتمناها طول عمره، ويقول إنه خلاص هيكمل معاها باقي حياته، لكن فجأة بيطلقها وبيعمل موفان بسرعة وبيرتبط بواحدة غيرها على طول. الغريب بقى إنه في كل مرة بيطلع يقول إن مراته الجديدة هي سبب نجاحه ووش الخير عليه، وفي الآخر بيطلقها برضه، وده خلى الناس كتيرة تربط بين اللي بيحصل في حياته وبين أغنيته الشهيرة اختياراتي مدمرة حياتي، خصوصا بعد انفصاله عن زوجته الرابعة خبيرة الأزياء علياء بسيوني. امبارح كلنا اتفاجئنا بخبر انفصال أحمد سعد عن زوجته الرابعة، وده بعد ما علياء كتبت منشور أعلنت فيه طلاقها، وقالت إن الطلاق تم بناء على رغبة أحمد سعد، وفي نهاية المنشور قالت حابة أشكر أحمد جدا على أصله الغير طيب ومعدنه السيء، وحابة أقول له شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا. وبعد خبر الانفصال ناس كتيرة ربطوا بين اللي بيحصل في حياة أحمد سعد وبين أغنية اختياراتي مدمرة حياتي، خصوصا إن دي مش الزيجة الأولى لأحمد سعد. الفنان أحمد سعد اتجوز لأول مرة سنة 2006 من لبنى بيومي، وهي أم أولاده أحمد وجودي، لكن الزيجة دي ما استمرتش كتير بسبب المشاكل، وبعد سلسلة طويلة من الخلافات لبنى أعلنت طلاقها من أحمد سعد، وده كان سنة 2011. وبعدها اتجوز الفنانة ريم البارودي بعد ما جمعتهم علاقة صداقة قوية، لكن برضو علاقتهم شهدت أزمات كتير، وبرضو انفصلوا فجأة من غير ما يقولوا أسباب، لكن كل واحد فيهم لما كان بيتكلم عن التاني كان بيقول إنه لسه بيحبه وبيتمنى له الخير. وبعد ريم البارودي أحمد سعد فاجئ الكل بخبر ارتباطه بسمية الخشاب، اتجوزوا سنة 2017. في البداية كانوا الاتنين سعداء زي أي زوجين، لكن بعد سنتين من الزواج حصل بينهم خلافات ومشاكل كتيرة وصلت برضو للطلاق. الاتنين تبادلوا الاتهامات على الهواء، وسمية الخشاب لما اتكلمت عن علاقتها بأحمد سعد قالت إنه حاول يقتلها علشان يتخلص منها، وبسبب الضربة اللي ضربها لها اتصابت بتهتك في الطحال، وتسببت في إنها استأصلته بعد يومين من إصابتها بنزيف داخلي. وبعد ما أحمد سعد انفصل عن سمية الخشاب ارتبط بزوجته الرابعة مصممة الأزياء علياء بسيوني، والمرة دي قال إنها وش الخير عليه. كان دايما كل ما يتكلم عنها كان بيمدح فيها، وقال إنه خلاص لقى الست اللي بيدور عليها من زمان، لكن فجأة طلعت علياء بسيوني وكشفت عن خبر الانفصال، وقالت إن أحمد سعد طلقها فجأة وإن ده كان قرار، وده خلى الناس يربطوا بين اللي بيحصل في حياة أحمد سعد وبين أغنيته الشهيرة اختياراتي مدمرة حياتي، وقالوا إن أحمد سعد على طول اختياراته مدمرة حياته.